طيب النهارده الاهلي استأنف تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيره استعدادا لمواجهه طلائع الجيش يوم الجمعه في 7 من مساء الجمعه على ملعب الاهلي بالتاكيد في استاد السلام. كلنا عارفين بالتاكيد الفتره الاخيره كان في توقف للدوري. الاهلي اول ما استأنف النشاط على طول بدا بمباراه المقاولين في كاس مصر. الحمد لله كسب ركلات الجزاء الترجيحيه تاهل للدور نصف النهائي لمواجهه سموحه في منتصف يناير المقبل. وبالتالي الفترة اللي جاية الأهلي عنده كل 72 ساعة مباراة في الدوري. البداية هتكون مع طلائع الجيش يوم الجمعة. كانت في إصابات، كانت في غيابات، الحمد لله اطمأننا على ديانج، عاد عمرو السولية، ممكن نشوف بإذن الله أكرم توفيق في لقاء الجيش. محمد عبد المنعم عنده فترة قريبة إن شاء الله ويرجع للتدريبات الجماعية، أيضا محمود متولي، عمار حمدي قرب بنسبة كبيرة، النهاردة الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حراس المرمى الحمد لله جاهزين بنسبة كبيرة لاستئناف مباريات الدوري خلال الفترة اللي جاية. ونقدر نقول ماتش المقاولين كانت فرصة جيدة لمارسيل كولر، لو كان بيفكر في روتيشن بتغيير أكتر من 7-8 لاعيبة في المراكز أعتقد النظرية دي ممكن تتغير في الدوري الفترة الجاية. صحيح الراجل عنده حق إنه محتاج يعمل روتيشن بسبب الضغط المتتالي في المباريات، ولكن هيبقى بحسبة بسيطة أكيد في الفترة اللي جاية. لكن ترند الأهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره، لان اكيد في بعض الاجتهادات وفي بعض الاخبار منها الصح ومنها اكيد في اخطاء. نروح لترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب. نبدا مع بعض حساب اليوم السابع، وده الحساب الرسمي على تويتر، قالوا تعرف على خطه كولر لمواجهه غول الاصابات في الاهلي. زي ما كنت بتكلم على اللجوء لسياسه التدوير في ظل الاصابات اللي ضربت صفوف الفريق، كولر قبل لقاء المقاولين اعتمد على تغيير 11 لاعب عشان ما حدش يتعرض لإصابة ويمنح بعض اللعيبة الفرصة، لكن ده جه على الأداء والمستوى الفني اللي ظهر بالأهلي في لقاء المقاولين، وبالتالي كان الأهلي واجه صعوبة في الفوز على المقاولين اللي كان أكتر فريق جاهز في هذه الفترة وأكثر فريق عمل نتائج إيجابية آخر 5 أسابيع في الدوري اللي فات وأول 4 أسابيع في الدوري الحالي. لكن لقاء الجيش أعتقد كولر هيبدأ يغير فكرته، ممكن يغير بس في كل مباراة ما بين مركزين إلى 3 مراكز. طيب الوطن الرياضي وبيتكلموا على مصير حسين الشحات. حساب الوطن الرياضي على الفيسبوك قالوا الأهلي يحسم مصير تجديد عقد حسين الشحات تحرك رسمي. التحرك الرسمي طبقا للمصادر اللي قالت للوطن سبورت ان أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات في الأهلي تواصل مع حسين من اجل تجديد التعاقد والاتفاق على مدة التعاقد والراتب السنوي خلال الفترة اللي جاية. في كلام ان بينوي التجديد الأهلي مع حسين لمدة 3 سنوات تقدم، ولكن المعلومات الواردة من داخل النادي الأهلي حتى هذه اللحظة لم تؤكد أساسا فتح هذا الملف مع أي لاعب، ولا حتى فتح ملف شراء صفقات جديدة بخصوص الانتقالات القادمة في شهر يناير. لسه الراجل عنده مباريات مهمة في شهر ديسمبر، ومع اقتراب شهر ديسمبر هيبدأ يحدد أولوياته في الفترة اللي جاية، وهتكون على رأس الأولويات عقود اللعيبة اللي هتنتهي في نهاية الموسم، هيكون التجديد ليها قبل انتقالات يناير عشان يغلق هذا الملف مبكرا. نروح لاخر حاجه كوره 11. لعدم تكرار ما حدث في الموسم الماضي، حاله من الغضب العارم تسيطر على الخطيب تجاه نجوم الاهلي. طب انا اشك في الخبر ده بنسبه 100%، لان الكلام اللي مكتوب ان الكابتن الخطيب رفض انه يقعد مع اللعيبه وكلف الكابتن ساير عبد الحفيظ ان يقعد مع اللعيبه ويشوف ايه اللي حصل في ماتش المقاولين، وان الكابتن الخطيب يعني مش عاجبه الاداء اللي حصل. اكيد طبعا مش عاجبه الاداء اللي حصل، لكن الفريق الحمد لله تاهل. ففكره ان احنا نصدر المشهد بعد لقاء المقاولين ان في ازمه كبيره، لا ما وصلتش للشكل ده، واعتقد الاخبار اللي بالسخونه دي مش مطلوبه في التوقيت الحالي في ظل حاله الاستقرار اللي قالها الكابتن الخطيب في كلمته في حفل عقد الرعايه مع بنك ابو ظبي الاول مصر.